خليني أخدك ونروح لتفاصيل الاجتماع التنسيقي التشاوري للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي. عايزين نعرف هذه التفاصيل، ويمكن يعني يساعدنا في تحليلها الدكتور محمد الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. زي الأحوال، كله تمام؟ كله تمام، كله بخير. يعني نحاول أن نلقي من خلالك الضوء على هذا الاجتماع التنسيقي، يعني شفت هذا الاجتماع ومخرجاته إزاي يا دكتور؟ الحقيقة هو طبيعة المرحلة الحالية بتقتضي مجموعة من التشاورات، وأيضا فكرة الاستعداد، خصوصا أن يمكن مصر هي أكبر دولة على مستوى العالم كله لديها استعداد ولديها تحرك في إطار الأزمة الحالية في غزة. يمكن الاجتماع يعني في هذه المرحلة كان اجتماع تشاوري خاصة بفكرة اتحاد البرلمان الدولي، وفكرة إزاي يكون في تعبئة على مستوى البرلمانات على مستوى العالم لدعم الشعب الفلسطيني، وأيضا فكرة وجود ضرورة يعني توجيه رسالة للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي بخصوص الوضع الحالي في غزة وحجم الجرائم الحرب اللي بترتكب ضد الشعب الفلسطيني. يمكن حجم الاجتماع النهارده كان في معظمه، يعني كما نعلم هناك في بعض التوجهات الخاصه في يعني عدد كبير جدا من الدول والاجندات، ويمكن فيها انعكاس لمؤتمر اللي كان في القاهره منذ يومين، في مؤتمر القاهره الخاص بالسلام. في بعض الاختلافات وفجات النظر، وفي اتجاهات خاصه بدعم يعني جرائم الحرب ارتكبها الجانب الاسرائيلي خصوصا من الغرب والولايات المتحده الامريكيه، الا ان يمكن الاجتماع هو التشاور الخاص باتحاد البرلمان العالمي هو مرتبط اكثر بتعبئه وايضا اظهار وجهه النظر العربيه واظهار فكره الضغط للمجتمع الدولي من اجل ايجاد حلول سلميه. وزي ما يمكن حضرتك اشرت منذ قليل ان مصر لديها يعني توجه ولديها اجنده محدده لدراسه الوضع، يعني دراسه الاوضاع على المستوى الفلسطيني، وايضا يمكن محاوله ايجاد مخرج لهذه الازمه المتصاعده ودعوه الاطراف المختلفه لايجاد حلول سلميه. ده يمكن من خلال يعني اكثر مسار. فالتوجه المصري اليوم ومحاوله طرح يعني هذا الامر خلال وجود تجمع زي اتحاد البرلمانات العالمية، ده يمكن كان هي أحد المسارات اللي بتستخدمها مصر، خصوصا أن يمكن لازال الإعلام الغربي والأمريكي والتحركات المستمرة لإيجاد حجم كبير جدا من المغالطات، وأيضا يمكن إيجاد حالة من حالات إهدار الحقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة التعتيم على حجم الأوضاع اللا إنسانية اللي يمكن بيعيشها القطاع كله. بالإضافة لده يمكن واحدة من أهم نتائج الاجتماع، هناك أيضا تحرك موجود متعلق بكيفية توجيه المساعدات والدعم والإعانة لقطاع غزة، واللي يمكن تأكيد على مفهوم الوضع الإنساني وحجم المخالفات اللي تمت يجب أن يكون هناك في تحرك. يمكن ده تأكيد عليه من أكثر من دولة عضو داخل الاتحاد، وده يمكن يعني مش هيسفر عنه طبعا وجود قرارات أو وجود إعلان خاص بهذا الأمر، ولكن على أقل تقدير هيكون في تحركات من الدول الداعمة والمساعدة للوضع يعني الإنساني في غزة، واللي بيعاني طبعا لحد هذه اللحظة بسبب عمليات الحصار والوضع غير المسبوق من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. طيب تقديرك يا دكتور لتحرك البرلمانات العربية، إن تحركت تجاه البرلمانات الأوروبية، تعتقد أنه هذا الحراك البرلماني من العرب تجاه الأوروبيين من الممكن أن يشكل ضغط على الحكومات الأوروبية؟ في مثل هذه المواقف فكرة الضغوط يجب أن تمارس على كل المستويات. الحقيقة في الفترة الماضية يعني القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه استخدام يعني بحرفية لكل أدوات التعامل مع الأزمة. حضرتك أشرت للتحرك في إطار الأوضاع الإنسانية، كمان مصر بتعمل عملية تعبئة على مستوى الرأي العام. المؤتمر الأخير هو تعبئة دولية، ليس فقط تعبئة شعبية كما نزلت جموع المصريين يوم الجمعة الماضية يعني تأييد فكرة الحفاظ على مفهوم الأمن القومي المصري ضد أي مخططات خارجية، وخاصة بمخطط تهجير الفلسطينيين لسيناء بالتحديد. لكن كمان في تعبئة في إطار التعامل مع كافة المحاور والأدوات. الاتحاد البرلمانات العربية يستطيع القيام بهذا الدور،
ويمكن ده واحد من أهم الجهود اللي بتقوم بها مصر، هو كيفية توحيد المسارات الخاصة بهذه الأزمة. الأزمة دي مش أزمة خاصة بالأمن القومي مصر فقط، هي خاصة بالأمن القومي العربي لإيقاف أي مخططات تستهدف المنطقة بأسلحة. ده يمكن رسالة أرادت يعني مصر أو تؤكد على مصر دوما، وأرادت أن يكون في رسالة مباشرة لده. التحرك العربي محتاج يفيد في تنسيق أكبر من كده بالتأكيد، لأن يمكن ملوش تأثير قوي لسه لحد ما بعيد، ولكن إحنا يجب أن نفوت أي فرصة من الممكن يكون فيها تأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، التأكيد على مواجهة أي مخططات ومشروعات تستهدف الأمن القومي الإقليمي بشكل عام. وده بالتالي ده يمكن دور مهم جدا للاتحاد البرلمانات العربية وللتنسيق مع أي اتحاد برلمانات أخرى زي الاتحاد البرلماني الأوروبي أو التحرك الدولي بشكل عام. عظيم جدا، انا بشكرك دكتور محمد الشيمي استاذ العلوم السياسيه بجامعه حلوان.